السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي مع المراجعات النهائية لمادة العلوم وحل محافظات الجمهورية لعام 2019. بحل معاكم محافظة السويس. الامتحان دوت طبعا مهم جدا انك بتحل هذه الامتحانات، لان الأسئلة بتتكرر بالنسبة للمحافظات المختلفة. السؤال الأول بيقول لي مسار الحركة قد يكون نقط أو نقط أو كليهما. مسار الحركة ممكن يكون منحني أو ممكن يكون مستقيم أو ممكن يكون الاثنين مع بعض. عندما يقع جسم أمام عدسة نقط تتكون له صورة تقديرية مصغرة، وبدام صورة تقديرية يبقى عدسة مقعرة. يتكاثر فطر الخميرة بي، طبعا كلنا عارفين بالتبرعم، بينما تكاثر نجم البحر بالتجدد. متى تكون عجلة جسم متحرك بصفر؟ عندما يتحرك الجسم بسرعة ثابتة أو سرعة منتظمة. إمتى إزاحة الجسم تساوي المسافة؟ لما يكون الإزاحة والمسافة لهما نفس الاتجاه ونفس المقدار. إمتى الشخص يصاب بقصر النظر؟ عندما يكون عنده زيادة في قطر العين وزيادة في تحدب عدسة العين. بيقول لي هناك نوعان من الانقسام الخلوي يتضمن أحدهما الأطوار الآتية. جايب لي الطور الانفصالي، الاستوائي، النهائي، التمهيدي. طب ما قايلش بقى أول ولا تاني ولا أي حاجة. نوع هذا الانقسام؟ الانقسام الميتوزي. بدل ما قالكش بقى إيه تمهيدي اول وتمهيدي تاني والكلام ده، بقى ما جابش سيرتهم يبقى ميتوزي على طول. طب رتب هذه الاطوار حسب التسلسل. نبدا اول حاجه بالتمهيدي رقم 1، بعد كده الاستوائي رقم 2، بعد كده الانفصالي رقم 3، بعد كده النهائي اخر حاجه رقم 4. السؤال الثاني بيقول اختر الاجابه الصحيحه. عدد الكروموسومات في المشيج نقط، عدد الكروموسومات في الخلية الأصلية. طب المشيج يا جماعة بيبقى فيه النص دايما، يبقى نصف عدد الكروموسومات في الخلية الأصلية. يقع نظامنا الشمسي في إحدى الأذرع نقط لمجرة درب التبانة، والإجابة هي الحلزونية. التكاثر الذي يعتبر مصدرا للتغير الوراثي هو التكاثر، والإجابة هي الجنسي. المسافة بين مركز تكور المرآة وبؤرتها هيساوي، والإجابة هي ربع قطر التكور. من الكميات القياسية نقط الزمن ولا القوة ولا العجلة ولا الإزاحة؟ بدام كمية قياسية يبقى الإجابة هي الزمن. السؤال رقم ب بيقول لك صف حالة الجسم التي تمثلها الأشكال البيانية التالية. 1، طبعا عندك فوق مسافة وتحت زمن وخط مستقيم بيمر بنقطة القصر، يبقى دي عبارة عن سرعة إيه؟ سرعة منتظمة، أو ممكن تقول سرعة ثابتة. عطيلك مسافة وعطيلك زمن وخط بالعرض كده، يعني المسافة ثابتة ما بتتغيرش، يبقى ده كده عبارة عن جسم ساكن. عطيلك سرعة وعطيلك زمن وخط ثابت كده، يعني السرعة ثابتة، يبقى دي زي رقم 1 برضو عبارة عن سرعة منتظمة أو سرعة ثابتة، وممكن تقول عجلة صفرية. ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ انفجار الجزء الممتد بين الشمس والنجم العملاق، طبعا طبقا لنظرية النجم العابر، يتكثف وينكمش هذا الخط الممتد ويكون كواكب المجموعة الشمسية. اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث ينتج الزيجوت الذي ينقسم ميتوزيا مكونا الجنين. السؤال الثالث بيقول لي اكتب المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات الآتية. تغيير موضع جسم بالنسبة لموضع ثابت بمرور الزمن، والإجابة هي الحركة. نقطة وهمية في باطن العدسة تقع على المحور الأصلي، والإجابة هي المركز البصري. سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك، والإجابة هي السرعة النسبية. وإحنا قلنا بدام فيها كلمة سرعة وفيها نسبة يبقى سرعة نسبية. يشمل جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية، والإجابة هي الكون. مرآة سطحها العاكس جزء من كرة تبقى مرآة كرية. بيقول لي في الشكل المقابل بيمثل ظاهرة حيوية، طبعا هذه ظاهرة يا جماعة العبور.
ما أهمية حدوثها تؤدي إلى تنوع الصفات الوراثية للكائن الحي؟ اذكر اسم الطور الذي تحدث فيها الظاهرة، الطور التمهيدي الأول، وممكن تقول نهاية الطور التمهيدي الأول. المسألة بتقول سيارة تتحرك بسرعة 20 متر لكل ثانية، يبقى دي كده السرعة الابتدائية عين واحد، وعندما ضغط الساق على الفرامل تحركت بعجلة سالبة، يبقى دي كده العجلة سالب 2. احسب الزمن الذي استغرقته السيارة حتى توقفت، يبقى السرعة النهائية عين 2 مادام توقف بتساوي 0. طيب عاوز الزمن، الزمن بيساوي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية عين 2 ناقص عين 1 على العجلة جيم، هتساوي السرعة النهائية بتاعتك بصفر ناقص السرعة الابتدائية ب20 على العجلة بسالب 2، هتساوي سالب 20 على سالب 2، هيطلع الزمن معاك ب10 ثانية. عندما يسقط الشعاع الضوئي بزاوية سقوط 30 درجة على السطح العاكس، فإن الشعاع المنعكس يكون عمودي على سطح العاكس، وطبعا هنا يا جماعة هيكون ساقط بزاوية صفر، مادام ساقط بزاوية صفر ينعكس على نفسه بيكون عمودي. يختفي الفرد الأبوي عندما يحدث التكاثر بالأبواغ، والإجابة هي الانشطار الثنائي. وحدة قياس السرعة متر لكل ثانية تربيع، والإجابة هي متر لكل ثانية فقط. السرعة النسبية هي السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن، ودي طبعا السرعة المتوسطة. تكون الكون من تلاحم جسيمات الأكسجين والنيتروجين، طبعا الهيدروجين والهيليوم. السؤال رقم ب بيقول وضع جسم على بعد 4 سنتي من المركز البصري لعدسة فتكونت صورة حقيقية مكبرة، وعندما تحرك الجسم مسافة 2 سنتي مبتعدا عن العدسة تكونت صورة حقيقية مساوية للجسم، ما نوع العدسة؟ وارسم مسارات الأشعة التي توضح تكون الصورة عندما كان الجسم على بعد 4 سنتي من المركز البصري. بصوا يا شباب، انت طالما عندك الصورة حقيقية انت ضامن ان العدسة دي محدبة رسمي. ليه بقى؟ لان العدسة المقعرة ما بتعملش صورة حقيقية، العدسة المحدبة تعمل صورة حقيقية وممكن تعمل صورة تقديرية. طيب لما كان الجسم على بعد 4 سنتي الصورة كانت حقيقية مكبرة، ولما بقى على بعد 6 اتكونت صورة حقيقية مساوية. الصورة الحقيقية المساوية دي يعني الجسم في مركز التكور ميم، يبقى بالتالي انا عندي العدسة المحدبة هتبقى بالمنظر ده، وادي المحور الاصلي، البؤرة بتاعتي على بعد 3 سنتي والمركز على بعد 3 بالمسطرة طبعا في الامتحان واحنا بنرسم. طيب وهنا بيقول لي ايه؟ عايزين نرسم المسار بتاع الأشعة اللي هي في الحالة الأولى كان على بعد 4 سنتي، بدام كان على بعد 6 في مركز التكور يبقى 4 ما بين البؤرة ومركز التكور. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنعمل الشعاع اللي بيوازي المحور الأصلي ينفذ مارا بالبؤرة، والشعاع المار بالمركز البصري ينفذ على استقامته دون أي انكسار، هتبقى الصورة هنا صورة حقيقية مقلوبة مكبرة بعد مركز التكور، وهي دي الحالة الأولى اللي هو اتكلم عليها في أول السؤال. السؤال رقم جيم بيقول لي علل لما يأتي، إذا نظرت في المرآة ترى صورة لوجهك، والإجابة بسبب انعكاس الضوء. لا يمكن أن تظهر سلالات جديدة من العنب إذا تم إكثاره خضريا، والسبب لأنه يعتمد على الانقسام الميتوزي الذي يعطي نسخة طبق الأصل للفرد الأبوي الذي يقوم بعملية التكاثر. وبكده أصدقائي نكون خلصنا مع بعض امتحان محافظة السويس لعام 2019 مادة العلوم. كان معكم معلم خبير محمد علي، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.